مولاي صاحب الجلالة، السلام على المقام العالي بالله. تتشرف خديمة الأعتاب الشريفة رئيسة المجلس الإداري للوكالة الحضرية لصغيرات مارا أصالة عن نفسها ونيابة عن أعضاء المجلس الإداري وكافة المستخدمين العاملين بالوكالة الحضرية لصغيرات مارا، بعد تقديم فروض الطاعة والولاء أن تغتنم مناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لصغيرات مارا في دورته السابعة يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 الموافق ل 12 رمضان 1443 لترفع نفس الزكاة العالية لله أثناء آيات ولا مشاعر التعلق والوفاء، مؤكدة لجلال كل شيء تجلب أسرة الوكالة الحضرية لصغيرات مارا تحت قيادتكم الرشيدة للوقوف وراء جلالتكم صفا متراصيا للمساهمة في مواكبة خطواتكم المباركة للتشييد والبناء، والسعي دوما لتحقيق ما تصبون إليه وترضون لبلدكم الآمين من الرقي والازدهار. إن خدامكم الأوفياء يا مولاي رئيسة وأعضاء للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لصغيرات مارا، وهم يركبون على تقييم ما تم إنجازه وتهيئ برامج العمل المستقبلية، يستحضرون بكل إجلال وتقدير توجيهاتكم الجيرة التي تمثل الإبراز الذي يهتدون للوصول إلى الغايات السامية لبلورة النهضة العمرانية وفق استراتيجية التنمية المجالية المنشودة في ميدان إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله وبانيا لصرح أمجاله وراعيا لنهضته العمرانية والحضارية، وأقر عينكم بولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة سمو الملك الأمير الجليل لالة خديجة، وجد أثركم بشقيقكم صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وزائر أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي لله ورحمة الله تعالى وبركاته. خديمة الأعتاب الشريفة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الإداري للوكالة الحضارية لصغيرات مارا، حرر بتاريخ 20 أبريل 2022 الموافق ل 18 رمضان 1443.